اكد فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف ضروره حشد الجهود الدوليه من اجل الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزه وتسيير دخول المساعدات الانسانيه والاغاثيه الى القطاع المعزول وتوفير كل اوجه الدعم اللازم من اجل وقف شلالات الدماء لاكثر من ثمانيه اشهر دون رادع دولي او قانوني او انساني او اخلاقي جاء ذلك خلال زيارة شيخ الأزهر لإندونيسيا ولقائه الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو لبحث التعاون المشترك بين الأزهر وإندونيسيا وسبل تكثيف الحشد الدولي لوقف العدوان على غزة واتفق الإمام الأكبر والرئيس الإندونيسي على إطلاق دعوة عالمية للمطالبة بوقف العدوان على غزة وحث كل الأطراف المعنية على تغليب مصلحة الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب واتخاذ كافه التدابير القانونيه والدوليه من اجل ايجاد حل قاطع لوقف الانتهاكات غير الانسانيه والاسراع في حل الدولتين